يوميات رئيس تنفيذي مع معمر سلامة وخالد بغدادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معكم معمر سلامة ومعايا أبو الوليد أستاذ خالد بغدادي المدير الرئيس التنفيذي، شوف عشان أضبطها، لشركة حافل للنقل. مضبوطة، كلها جات صح اليوم الحمد لله. بنتكلم في يوميات رئيس تنفيذي. أخذنا في رحلة مرة جميلة. أتكلمنا أول شيء بداية كإيش مهام الرئيس التنفيذي، أتكلمنا على الكفاءات الموظفين، أتكلمنا على نقاط الاختلاف، أتكلمنا على الغضب. اليوم حنتكلم عن نقطة مرة مهمة وهو القرار الصعب جدا اللي هي الفصل. طبعا كثير بنسمع من شركات بتجي وتمشي موظفين، بتفصل موظفين. في ناس بيخرجوا بطريقة جدا ممتازة، وفي ناس بيخرجوا بطريقة للأسف جدا سيئة، بتصير مشاكل ومضاربات وأشياء. بتسمع روايتين من طرفين مختلفين. قلة جدا إنك تسمع الرواية الصح من طرف إنه يقولك لا أنا غلطان، أنا ما سويت، أنا الغلطان، أو الطرف الثاني. لازم تلاقي إنه والله كل طرف يقولك لا هو أصلاً خرب بيتنا، والطرف الثاني يقول لك لا هم ضحكوا عليه والكلام ده كله. خلينا نتكلم بصفة عامة أبو الوليد. أنا حابب أتكلم عن نقطة الفصل أو إجراءات الفصل أو طريقة، لأنه لو تشوف المدارس الخارجية، وما بطول عليك لأنه أنا أخذت من وقتك مع المعذرة، في ناس لا توقف. يعني واحدة من القصص المشهورة أنه وقف واحد رئيس تنفيذي قال لا ما نفصل الناس، خلاهم ياخذوا إجازة بدون راتب، قدر يعوض خسارة الشركة، الموظفين حبوه. هذه زي ما يقولوا بعض الناس اللي هي في لالا لاند، يعني قلة جدا من الناس بيسووها. لكن في عالمنا الحالي بتسمع تصفية مشي، أو تسمع أنا اختلفت مع الموظف، صارت مشاكل مدير وما الكلام ده. فأنت من نظرتك، أنا بتكلم من خبرتك على الفصل كبروسس، وإيش الأفضل؟ الميكروفون لي كابو الوليد. طبعا الفصل اللي أنا تكلمت عليه في الحلقة الماضية اللي أنا يمكن تعرضت ليك، أو يعني تعرضت حطيت في موقف أني أضطر أتكلم مع ناس على فصلهم، هو بتكلم عن تجربتين. واحدة منهم كانت شركة أكبر بكثير من إمكانياتها كعدد فروع، فاضطرينا نقفل فروع ونمشي ناس. والمرة الثانية كانت تصفية لشركة معينة كانت فيها مشاكل، وهدولة ويختلفوا السيناريو حقهم عن لما تكون فصل موظف غير ما بيأدي، أو عنده مشاكل، أو عنده خلافات في الشركة، أو ما هو منسجم مع العمل في الشركة. طبعا إذا نتكلم على الأولى، الحالة الأولى هذه كانت يعني ظروف تحتمت أنه تغلق فروع للشركة ويفضل مثلا 3 فروع رئيسية بدل 13 فرع، أنه الشركة ما قدرت تتحمل، وفي خسائر في أرباح الشركة بسبب هذا الموضوع، أو كانت تصفية للشركة زي ما قلت. هذه كلها أنت يعني في الأخير بتاخدها بأسلوب أنه إحنا عارفين أنك أنت حاولت، وعارفين أن الشركة هذه كانت في وضع أكبر من كده، ولكن المصاريف تشرح السبب أنه المصاريف اليوم بنصرفها ما تغطيها المنتجات اللي موجودة في الشركة، فمضطرين نقفل هذه الفروع، أو التكنولوجيا اللي دخلت أو غيره وغيره. إحنا اليوم التكنولوجيا بتخلي ناس كتير يتركوا وظائفهم أو يطلعوا من وظائفهم، فلازم تشرح للموظف. أنا عن نفسي عندي قناعة أنه كمان لازم أسجد وأقول يا رب رزقهم صح، أنا اضطريت أني أقعد معاهم، يا رب رزقهم ووسع رزقهم أحسن من المكان اللي إحنا فيه. يعني هي برضو البركة الإلهية تعطيك أنت قوة لما تدعي لهم، أنت تعطيك قوة في أنك تشرح لهم هذا الشيء. ولا تنسى دائما تعطيهم هذه الابتسامة اللي تخليهم يحسوا بس بالراحة. صح، هو ما في حاجة في الأخير حتعوض أنه فقد وظيفة وراتب، ويمكن يقعد شهر، يمكن يقعد 6 بدون وظيفة، وهذه اللي هي تألم يعني. بس في الأخير هذه الظروف اللي جات، هذه تكلمنا عليها لظروف حكمت. ولكن لو نرجع لموضوع الأداء الوظيفي وأنك تضطر تطلع شخص من عمله، أعتقد الطريقة الأفضل واللي هي إحنا يمكن ما عندنا إياها أو ما ناخدها بجدية هي تقييم الأداء الوظيفي. تقييم الأداء الوظيفي إذا الشركة ما هي عاملة تقييم صحيح من صحيح. أول السنة، خلال السنة، آخر السنة، وصار في تواصل مع المدير، نقاش ومعه دائما، والمدير يشرح للموظف، والموظف يتكلم عن رغباته وعن تطوير اللي هو طالبه. إحنا اليوم لا نؤمن بالتدريب كفاية، وبدأنا نتحرك ناحية التدريب أكتر وأكتر. يعني أنا
في الأول قبل 20 سنة ما كان شركات قليل، يمكن أنت إحنا عارفين إنه في شركات عالمية كانت تدرب، بس شركات كتير تانية ما كانت تؤمن بفكرة التدريب من 20 أو 25 سنة، كتير قليل اللي كانوا يؤمنوا. شوي شوي بدأت تزيد وبدأت الفكرة هذه. هذا التدريب إذا ما أدى نتيجته وفي نفس الوقت التقييم الوظيفي أو في ظروف تانية فأداء الموظف أدت إلى فصله، لازم يكون في فرصة واثنين وثلاثة وطريقة عمل فيها هذا الموضوع. ما يجي مفاجأة للموظف، لأنه إذا جاء مفاجأة الموظف فأنت ظلمت الموظف. طيب بس برضو شوف أبو الوليد، أنت اديت السيناريو المزبوط. ما تحس أنه برضو المجتمع أو اللي نحن موجودين فيه أو الناس الموجودين قلة جدا بيستطبقوا ده الشيء؟ أنا بسألك سؤال ستريت فورد. أنا عارف أيوة قلة، لا أنا أقول لك قلة، بس القلة قبل 25 سنة صاروا أكثر اليوم، وبعد سنة حيصيروا أكثر، وبعد سنتين. أنا متفائل جدا بالتغيير اللي احنا موجود عندنا في السوق، في كثير ناس بتغيروا. واحد الأسباب حلقاتك ما شاء الله، يعني أنت بتكلم الناس، بتحاول تتكلم معهم وتقنعهم بالأشياء هذه، تخلي كل واحد يفكر. واليوم الواحد لما يسمع رسالة من هنا ومن هنا ومن هنا ويبدأ يفكر كيف يطور عمله، حيوصل لمرحلة أنه يبغى يطور عمله ويطور الناس. أنا سمعت مرة من المرات قصة وأنا حابب أخذ رأيك فيها، على موظف كان في إدارة وكان المدير خلاص حاطت ورقة فصله وقال لا آخر قرار أنا بدي للمدير اللي بعدي، وكان هذا ماشي. عدت 6 شهور في اجتماع الشركة هذا الكبير طبعا السنوي، أتفاجأ أنه لقى ده الموظف بتكرم، فراح لرئيس الجديد فبيقول له كيف هذا المفروض تفصله؟ قالوا لا، أنا كل اللي سويت له حاجة واحدة، جلست معه بقيمه، قلت له كان عنده نظرية، يعني نظرية أنه أنت مديله تقييم سيء، قلت له لا ترى قال عنك كلام كويس وهذا، وأنا باقي تركز على 1 2 3 4. شاف نقاط قوته، شاف نقاط ضعفه زي ما أنت ما تفضلت في التقييم، وبدأ يشتغل عليه، وبعدها أتغير الرجال. معه تتواصل معه، يا سلام عليك، تحدث تحدث مع الموظف، خلي الموظف يتحدث معاك يقول لك ايش همومه، واذا انت مديره انت قل له ايش اللي انت شايفه اشياء غلط فيه وايش الاشياء الصح اللي تقويها فيه. انت كده رفعته المستوى، ولاحظ انه ايش، انه هو بدا معاه انه قل له ترى الفيدباك عنك، يعني المعلومات عنك انك انت كويس، بس ركز على واحد، ما اداله هي كده لا انت سيء وانا بمشيك. اخر كلمه، ودائما ما شاء الله تبارك الله بتختصرها بكلمه، ادينا هي بالنسبه للفصل يساوي بالنسبة للفصل. أيوه. أنا بالعكس بقول الكلمة، كل موظف عندك أعطيه له فرصة واثنين وثلاثة، وما تعرف متى حيبدع ومتى حيكون أفضل مما هو أدى في سنين، ممكن في فترة بسيطة يتحول تحول تام زي ما قلت ويصير أفضل موظف. يعطيك العافية أبو الوليد، هذه كانت الحلقة الخامسة، نلقاكم غدا إخواني إخواتي في أمان. يوميات رئيس تنفيذي مع معمر سلامة وخالد بغدادي.